الله الرحمن الرحيم. اخيرا وليس باخر، الكونكلوجن بتاعنا النهارده اتكلمنا عن ايه؟ النو سيكوال سمري. النو سيكوال داتابيزز بترفض كل القيود اللي كانت موجوده زمان، مش معناها انها بترفضها ان هي ما بتاديهاش، بالعكس احنا بناديها بطريقه تانية خالص. الاسيت ترانزاكشنز ساعات كتير بتعمل اوفر هيد على السيستمز بتاعتنا. السيكوال كان كومبلكس جدا جدا، باخد وقت طويل قوي علشان اعمل ديزاين للسكيما قبل ما ابدا اعمل السيستم بتاعي، فبضيع فيها وقت طويل جدا، مع اني ممكن ابدا اطلع برودكت على طول بسرعه وبعدين ابدا اعدل في الموديل بتاعي. وده انسب للاجايل ميثودولوجي، اجايل ديفلوبمنت بالمناسبه. يعني اقدر اعمل كويريز بلغات كتير جدا. النو سيكوال بتقدم لي حلول لمتطلبات النهارده. النهارده بقى عندي سايتس عليها 350 مليون اكتيف يوزرز في نفس الوقت، ما كانش عندي زمان كده، فبقيت محتاج تكنولوجي جديده، افكار جديده علشان اقدر احل المشكله دي. البروجرامر ما عادش مسؤول عن ان هو يوصل لمكان الداتا على انهي نود ويبدا ان هو الابلكيشن بتاعه بيهندل الفيليرز ويقدر كده، بالعكس انا بقى مطلوب مني دلوقتي كبروجرامر اني اركز على السايت او الابلكيشن اللي انا بعمله، وبدي بي ام اس انه سيكوال هو اللي بيهندل مجموعه كتير جدا من القصص. السيكوال داتابيزز كان شرطها الاساسي يكون عندي سكيما بري ديفايند، سكيما يكون عندي ستاندرد ديفينيشن، يكون عندي كونسيستنسي، يكون عندي سيمانتكس معينه للداتا بتاعتي. النو سيكوال مش شرط يكون عندي سكيما زي ما قلنا، بس لو عندي سكيما في بعض الاحوال بيكون افضل. بقدر ان اخلي الداتا بتاعتي دايناميك على حسب الابلكيشن، على حسب كل يوزر لوحده، بيجي لي انسر كويكلي. حلو، مش شرط تكون دقيقه قوي في الاول. علشان ننجح في الديزاين بتاعنا لازم نعرف شويه حاجات. لازم تعرف الابلكيشن بتاعك كويس جدا جدا جدا، لازم تسال الناس اللي سبقوك في التجربه دي وتتعلم منهم، لازم تاخد في الاعتبار ان كل سيستم له طباعة خاصه، كل سيستم له الحاجه اللي هو المفروض يعملها. لازم تقاوم فكره ان انت عارف موديل معين او داتابيز معينه ميال لها. شوف الاوقع وشوف الانسب، ابدا ببروتوتايب صغير قوي وشوف البروتوتايب دوت هيبقى مناسب للحل بتاعك ولا لا عشان تقدر تغيره بسرعه. الاس كيو ال نو سيكوال مش معناها نو اس كيو ال، معناها نوت اونلي اس كيو ال، في الترناتيفز جديده دخلت معانا. نوت نو سيكوال اتس اباوت ريكوجنايزنج فور سام بروبلمز اذر ستورج سوليوشنز ار بيتر سويتد، في حلول تانية للمشكلات اللي احنا بنعاني منها. زي ما قلت لحضراتكم في الاول، يسعدني جدا اني اتلقى اي تواصل منكم بخصوص اي سؤال عن الموضوع دوت. حضرتك معانا في الكليه او من بره الكليه اصلا مفيش اي مشكله خالص. تويتر اكاونت بالنسبه لي مهم جدا، مسج على لينكد ان او الايميل ادرس، وان شاء الله هتكون السلايدز متاحه في لينك تحت الفيديو على سلايد شير، ان شاء الله تقدر تبص عليها. اخيرا وليس باخر، بحب قبل ما اخلص الفيديو دوت احمد ربنا سبحانه وتعالى واشكر كل ذي فضل علمنا في يوم من الايام حاجه، اساتذتنا الافاضل، والدينا وكل الناس اللي ليهم فضل علينا، بشكرهم شكرا جزيلا. وان شاء الله اشوفكم دايما على خير في حاجات، في فيديوهات تانية. دي مجموعه الريفرنسز اللي عندنا، لو حابين نبص عليها ان شاء الله موجوده في السلايد في اي وقت. شكرا جزيلا واشوفكم على خير.